قصة ليلى هي عبرة للأمم وموعظة للأجيال، باش يتذكروا أنهم إذا عصوا الناس أمر ربهم وجهروا بالمعصية وبانت فيهم الربا والزنا وعطلوا شرعه جل وعلا، فليعلموا وليبشروا بعذاب الله اللي غادي يصيبهم كما أصاب من قبلهم. قصة ليلى نتاع النبي صالح عليه السلام اللي غادي نوضحها لكم، ونوضح لكم المعجزة اللي طلبها القوم ديالو منه باش يصدقوه لأنه رسول من عند الله. وفي آخر الحلقة غادي نذكركم بالعبرة من هذه القصة، شكون هو النبي صالح عليه السلام، علاش مولانا صفته لهذا القوم، شنو دار وشنو هي المعجزة. فابقوا معايا باش تشوفوا القصة كاملة. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانية. وجوابا عن سؤالنا الحلقة الماضية واللي كان القصوى، وهي الناقة المفضلة عند حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي نالت شرف صحبته. أما سؤال حلقتنا الليلة، شكون هو هذا اللي سماه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بفرعون أمته؟ هذا السؤال رفيت لي درت الجواب ديالو في حلقة يمكن قبل من هذه، فما تنسوش أنكم تخليوا لي أجوبة ديالكم لتحت في التعليق، حيتاش كيف العادة كنقراها كلها. وباش ما نتعطلوش أكثر خليني نقول لكم لنبدأ. قضية الليلة هي قضية صراع ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلام. في شمال غرب الجزيرة العربية في واحد المنطقة اللي سميتها الحجر واللي هي منطقة جبلية، في هاد البلاد غادي ينتشر الشرك بالله، وغادي يرسل مولانا لهم واحد النبي عربي واللي سميتو صالح عليه السلام. هاد النبي اللي جا للقوم ديالو ودعاهم لمولانا لقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا كتلاحظوا تقريبا في كاع القصص نتاع الأنبياء هذه هي كانت الدعوة ديالهم، توحيد الله وما يعبدوش من غيره. فكان قوم ثمود اللي تيسكنوا في هذه المنطقة تينحتوا الجبال، أعطاهم مولانا واحد القوة باش أنهم كيهرسوا الصخر وكينحتوا في الجبال وكيصنعوا فيهم بيوت وقصور لهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صالح عليه السلام غادي يفكرهم، قال لهم يا قوم مولانا أعطاكم هاد الجبال سكن لكم وأعطاكم قوة كبيرة اللي كتنحتوا في هاد الجبال وفي الصخر وكديروا منها بيوت وقصور وكتأمنكم من أي حاجة، أعطاكم أعظم نعمة، فاتقوا الله وطيعوني. وينصحهم وذكرهم بمولانا، غادي يجاوبوه باستهزاء، قالوا ليه كنتي رجل كريم وعزيز وشريف قبل من هذه الدعوة، أما اليوم تبدلتي علينا وما بقيتيش داك الشخص اللي تنعرفوه، بحيلة وليتي مسحورة ولا مجنون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. الدعوة ديالك فيها شك وماشي صادقة، هادشي اللي قالوا ليه. من بعد مشاو هاد قوم ثمود اللي هو قوم سيدنا صالح لعند الضعفاء والفقراء اللي تبعوا هاد النبي، وقالوا ليهم واش عرفتوا بلي أنه صالح مرسل من عند ربه ديالو وعندكم شي دليل على هذا الكلام؟ غادي يجاوبوهم بكل ثقه، حنا مؤمنين باللي جاب لنا صالح. غادي يقولوا لهم قوم ثمود باستكبار: قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون. واحد النهار هذا قوم ثمود اللي رفضوا الامر ديال مولانا وعندوه غيمشيو لعند صالح عليه السلام، بغاو يتحداوه ويعجزوه، وهذا كان تكبرا وعنادا منهم. قالوا ليه اذا بغيتي نامنوا بك ونعبدوا بالله بوحدو كيف قلتي لنا، خرج لنا من هذه الصخره العظيمه ناقه، ولكن ماشي اي وحده، لا بغيناها بجنين في كرشها، هما يحددوا ليه يوم معين ويكون داك الجنين اللي في كرشها في شهر العاشر. قال لهم صالح اذا درت هذا الشيء واش غادي تامنوا؟ قالوا ليه اه، ولكن قبل بغينا هو الاول اننا نشوفوا هذه الايه، بغينا هذه المعجزه. سيدنا صالح غادي يمشي يتضرع ويصلي ويستغفر مولانا ويدعي الله باش انه يخرج لهم هذه الايه. فعلا فجاه غادي يهتز هذاك الصخر وغادي يتشقى قدام عين الناس، وغادي يخرج منها ناقة عظيمة واللي كانت آية من آيات الله. هذا المنظر كان قدام قوم ثمود، كل شي كان تيشوف. كيف خرجت كان فكرش هالجنين كيف ما طلبوا. قال صالح للقوم ديالو: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. هذه ناقة بحال أي ناقة ولكنها انتسبت لله تشريفا لله. هاد الناقة هذه الناقة ديال مولانا، ما تقربوش منها، وإذا أديتوها ولو غير بشيء بسيط غادي يجيكم العذاب القريب، حيتاش هي
آية من آيات الله. المهم شافوها وشافوا حتى ولدها فاش ولدته، معجزة اللي كانت مبهرة وبالتفاصيل اللي طلبوا، ومع هذا ما أمنوش قوم صالح. أيضا كان عنادا منهم ليه وتحدي وتعجيز لصالح. دازت الأيام وغادي يختبرهم مولانا مرة أخرى، غادي أمرهم بلي هاد الناقة تشرب من البئر نهار وهم يشربوا من نهار الآخر من غير ذاك النهار اللي تشرب فيه ديك الناقة، يعني نهار ليهم ونهار للناقة، ولكن شنو غادي يديروا في النهار اللي هي كتشرب فيه؟ قال لهم صالح هذاك النهار شربوا من اللبن ديالها واللي غادي يكفي كل شيء، شريطة أن هذا اليوم بالضبط حتى حد ما يقرب لا من هاد الناقة ولا من الآبار، وفي نفس الوقت هي غادي تدق على باب كل واحد فيكم وغادي تعطيكم البن بلا حد ولا قدر ولا منع. وهذا أيضا كان آية من آيات الله، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة هي ديال مولانا والأرض ديال مولانا وحتى الأمر هو أمر الله. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فشنو وقع من بعد هادشي؟ مرة أخرى غادي يدوز الأيام وجاهم الضيق والهم، كيفاش هاد الرجل جاي يتحدانا ويدعي بلي أنه رسول ونبي وبلي أنه إذا شربنا الماء فهاد النهار غادي يعذبنا ربه ولا أدينا الناقة غادي يهلكنا ربه. هنا غادي يزيد الحقد ديالهم والغضب ديالهم على صالح. هاد القوم غادي يجيو عندهم زوج ديال العيالات، وحدة عندها الفلوس وحدة عندها البنات، قالوا ليهم اللي قتل هاد الناقة غادي نعطيوه من المال وحتى الحريم اللي بغى. غيجي واحد الرجل اللي سميتو مصرع وآخر اللي سميتو قدار بن سالف، غادي يتجمعوا مع سبعة ديال الرجال باش انهم يقتلوها، يقتلوا الناقة، ناقة الله اللي هما اصلا اللي طلبوها، وحذرهم منها صالح، اذا اديتوها غادي تجبدوا عليكم غير العذاب. غادي تلقاهم غادي يديروا داكشي اللي في راسهم، غادي يتبعوا الناقة وهي هربانة حتى غادي يدوروا عليها في الجبل، وهذاك بن سالف غادي يرمي عليها بواحد السهم من بعيد اللي غادي يجيها في عنقها. القوم تاع سيدنا صالح كان قوم اللي هما كثار في العدد ديالهم وكانوا صالحين، ولكن في هاد القوم ديالو كانوا تسعود اللي هما اللي غادي يدبروا ويخططوا باش انهم يضربوا هاد الناقة واللي اصلا ضربوها. فهاد اللحظة اللي كانوا كيحاولوا انهم يقتلوا هاد الناقة البلد كلها كانت جالسة كتفرج، حتى حد منعهم، شي تيقول ماشي ديالنا، شي تيقول ماشي سوقنا، كل واحد تيقول كلام اللي كيخليهم انهم ما يمشيوش يحبسوهم. لما ضربوها حتى شي حد ما تكلم فيهم، وهاد الشيء كله غادي يصدر من تسعود ديال الاشخاص. فاش قتلوها ولدها من الخوف غادي يهرب وسط الجبال تبعوه باش يقتلوه، مشى تيجري لجهات الصخر وهو يدور وشاف فيهم ورغى ثلاث رغات اعلانا على العذاب ديالهم غادي يجي من بعد 3 ايام. من بعد غادي يدخل ديك الصخره وما عاودش رجع، عياو يقلبوا فيها ما لقاوهش حيتاش كانت معجزه وسالات. قالوا من بعد باللي هذاك اللي قتل ديك الناقه افزع واخبث انسان على وجه الارض وافسق انسان بنص قراني، غادي يعيطوا عليه. فنادوا صاحبهم فتعاطف عقار واللي كانت سميتو قدار بن سالف اللي جلس معاهم وقال لهم شنو بان لكم؟ حنا قتلنا الناقه وحتى حاجه ما وقعت، لا البلاد هاجت ولا الدنيا وقعت فيها شي حاجه، ولا قوم صالح المؤمنين داروا لينا شي حاجه، ولا حتى هذوك اللي ما عندهم دخل ما داروا والو. اجيو هاد المره نقتلوا صالح مره واحده، ولكن بلاتي عرفتوا النبي صالح منين؟ هذا راه من اكابر القوم، واذا قتلناه غادي يقولوا لينا شكون قتلو، غادي يحلفونا، شنو غادي نديرو؟ هنا بداو تيدبروا شنو يديروا. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي هذه الآية كاينه واحد الرسالة قوية لكل شخص يحلف بالله أو بكتاب الله أو بالكعبة أو بالنبي أو أي شيء معظم على الكذب يغمس صاحبه في نار جهنم. نرجعوا القصة ديالنا، قالوا نقتلوه ونحلفوا في الصباح بلي أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. والعجيب أنه سبحان الله لما مولانا غادي يصيفط جبريل باش أنه يهلك هذه القرية كلها قال لي يا رب راه فيها الناس بحالك أنت اللي كتفرج، وبحالي وبحال فلان وبحال فلان وبحال فلان، وما عندهمش دخل في هذا الأمر، لا هما مع أهل اليمين ولا هما مع أهل الشمال، هما جالسين في النص وواكلين شاربين مع ولادهم. قال لي مولانا هذوك هما اللي غادي تبدا بهم. علاش؟ ما تصدموش، حيتاش هادو هما اللي حذرنا منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بلاتي أنا نفهمكم، مثلا إذا اليوم كنعيشو شي حوايج خارجين على الشريعة كيفاش المجتمع غادي يحاربو؟ أو لا كيحاربو المجتمع مغمض عينيه على الأمر بالمعروف
والنهي على المنكر. نرجعوا لقصتنا، لما خططوا باش انهم يقتلوا نبي الله صالح غادي يتجمعوا بتسعود بهم بالليل، بغوا باش انهم يذبحوه. هو في بيته وقف تيصلي وكيدعي الله باش انه ما ينزلش العذاب عليهم، كان خايف على القوم ديالو. في هذه اللحظه غادي يعاقب الله هاد تسعود وغادي يدمرهم، غادي تنزل عليهم حجر من السماء اللي غادي تفرق لهم ريوسهم دقه واحده. هاد القوم ديال سيدنا صالح عرفوا باللي انهم وصلت لهم النهايه ديالهم وباللي وعد النبي وصلهم. اول نهار اصفرت الوجوه، ثاني يوم احمرت وجوههم، وثالث يوم اسودت وجوههم، وهو اليوم ديال العذاب. غادي يفيقوا عند الضحى من بعد طلوع الشمس ولقاو عذاب من نوع خاص واللي هو الصيحه، الاصوات العاليه اللي كانت كتقلع الامان من القلوب ديالهم وكتصيب الانسان بالصم والبكم، ومن شده الخوف كيموت الانسان. الارض بدات كترجف والجو كيصدر اصوات اللي هما عجيبين، حيت ربي قال لهم قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. صف سالات الحكاية ديالهم، هذيك الصيحة كتقتلهم من شدة الصوت ورشفة الأرض. يا إما الأرض كتبتلع الإنسان حتى النص ديالو تيموت، وإما كيموت من شدة الصوت. أما القوم اللي آمنوا مع سيدنا صالح نجاهم الله، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. مولانا في آخر سورة الشمس يقول القصة باختصار، كذبت ثمود بطغواها وإذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، زعما فين كانوا دوك الناس اللي كانوا ساكتين اللي كنت قلت لكم قبيله؟ ما كانوش يقولوا لا يمين ولا شمال، غير تيشوفوا، فما داروا حتى شي خطوه باش انهم ينهيوا هذا المنكر. فمن عهد كل انبياء بني اسرائيل كاع العذاب ديالهم كان لسبب واحد واللي هو ربي تيقول فيه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كل واحد تيقول انا مالي ندا غير فراسي، ما نحاولش انا نقلق القضاء باش يكرهني. كل واحد شنو تيقول؟ تخيلوا معايا اليوم اذا دستوا على المنطقه فين كاين هاد القوم، فنحوت الجبال ديالهم باقيه لدابا في مدائن صالح، في منطقه اللي سميتها الحجر. ليومنا هذا باقيين الديور ديالهم والقصور ديالهم اللي نحتوها. من بعد هذا العذاب سيدنا صالح داز عليهم وشافهم كلهم ميتين وقال لهم، وهم اموات ولكن كانوا تيسمعوه، فتولى عنهم وقال يا قومي لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذه هي قصة قوم ثمود، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، وكدائما أنني نكون حكيتها بطريقة اللي وصلتكم. فالعظة والعبرة باختصار من قصة نبي الله صالح أن طاعة الله ورسوله تأتي برحمة الله ورضوانه وكتنجي من المصاعب ومن الأزمات، وأن الظالم والعاصي لأوامر الله المصير دياله هو العقاب من مولانا، وكل من يكذب الله ورسوله ليس له سوى في العاقبة العذاب آجلا أم عاجلا. وأخيرا ما ننسوش أننا ما نبقوش نحلفوا على الكذوب بالله ونبيه وكل ما هو معظم، حيث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقول لنا بلي أنه صاحب هذا الأمر يغمس في النار. وأخيرا نسأل الله الحفظ والسلامة، وما تنسوش باش أنكم تجاوبوني على سؤال الحلقة لتحت في التعليق حيث كان قراها، وعفاكم قولوا لي شنو هما القصص الدينية اللي بغيتوا أنكم تسمعوهم في الحلقات اللي جايين. دمتم في رعاية الله وحفظه، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وتفعلوا جرس القناة باش تكونوا من الأولين اللي كيوصلوا من الفيديوهات ديالي. سلام سلام.